السلام عليكم ورحمة الله. بطولة أوروبا داخل القاعة لعام 2023، تألق كبير من طرف جاكوب أني بريكتسين. بريكتسين يسيطر على السباقين 1500 و3000 مستوية. سباق 3000 كان اليوم السباق النهائي، رغم أن كان هناك تعب في 1500، عدة لفات كانوا إقصائيات كذلك في 3000، ولكن فالمتسابق ضبط الإيقاع دياله، سيطر على السباق منذ الدقائق الأولى. أبرز منافس في سباق 3000 مستوية كان هو عادل مشعل. عادل مشعل عنده رقم أحسن من جاكوب أني بريكتسين، عنده 37، جاكوب عنده رقم أكثر من 47. ولكن في السباق النهائي ديال إسطنبول، نهائي بطولة أوروبا داخل الصالات، سيحطم الرقم القياسي الوطني لدولة النرويج، رغم أنه يعني حقق أرقام كبيرة في 1500، رقم أوروبا في 5000 كذلك، عنده رقم قل من 1250، ولكن في 3000 داخل القاعة ما كانش عنده شي رقم كبير. اليوم عاد حطم الرقم القياسي ديال النرويج، وعلما أن كذلك أبرز نجوم هذه اللعبة منهم محمد كثير ما كانش في السباق، لا أعلم لماذا لم يشارك، عداء اللي عنده تاني أحسن رقم في التاريخ ديال 3000 داخل القاعة. كيف ما قلنا، جاكوب سيطر على السباق، زاد في الإيقاع، خلق فارق بينه وبين العدائين اللي وراه. في الأمتار الأخيرة غيزيد يوسع الفارق، غيزيد في السرعة، وغتكون سرعة قاتلة، لن يترك المجال لأي عداء باش يتجاوزه. دار الدوبلي، ميدالية ذهبية في 1500، في 3000 داخل القاعة، فكانت هذه حصيلة جاكوب أني بريكتسين، الرقم واحد على مستوى 1500 في العالم حاليا. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.